السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الطلاب، رح نبدأ اليوم إن شاء الله بمراجعة مكثفة لمنهاج علم الأحياء لطلاب الثالث الإعدادي. رح نبدأ بمنهاج كامل، رح نحكي عن مكونات الكتاب من الوحدة الأولى والثانية. رح نشوف نحن إنه كتاب التاسع رح يتناول عنا جهاز أو جسم الإنسان وأجهزته بشكل كامل، ولكن قبل ما ندرس الإنسان رح ندرس هون أين يسكن الإنسان، أين يقطن هذا الكائن الحي. رح نشوف إنه هو يسكن ضمن الأرض، فالأرض هي عبارة عن جزء صغير من الكون الواسع وهي كوكب الحياة. فكوكب الأرض هو فقط الذي يوجد عليه الحياة بين كواكب المجموعة الشمسية. كوكب الأرض يتكون من عدة أغلفة، اللي هن عبارة عن أربعة أغلفة. راح نشوف إنه الأول شيء عندنا الغلاف اليابس، الغلاف الجوي، والغلاف الحيوي، والغلاف المائي. راح نبدأ بالبداية، راح نشوف كل غلاف من إيش بتكون هذا الغلاف وما هي أقسام هذا الغلاف. راح نبدأ في الأول الغلاف اللي هو الغلاف اليابس. الغلاف اليابس يتكون من ثلاثة أقسام. أول قسم هو القشرة الأرضية. القشرة الأرضية، اثنين الرداء أو الوشاح، ثلاثة الجزء الداخلي في الأرض اللي هو لب الأرض. فترتيب الغلاف اليابس بالترتيب من الخارج إلى الداخل هي عبارة عن القشرة الأرضية، اثنين عندي الرداء أو الوشاح، ثلاثة الجزء المركزي من الأرض وهو لب الأرض. راح نبدأ في البداية عن القشرة الأرضية. القشرة الأرضية تقسم إلى منطقتين. نشوف نحن القشرة الأرضية، فعندي قشرة تمثل القارات العالم، وفي قشرة تمثل قيعان البحار والمحيطات. لذلك تقسم القشرة الأرضية إلى قسمين، ففي القسم الأول القشرة القارية. القشرة القارية تمثل قارات العالم، تكون قارات العالم. سمكتها كبيرة كثخانة، هي سمكتها كبيرة وصخورها من الجرانيت. طبعا من عيد القشرة القارية تكون قارات العالم وتكون سمكتها كبيرة وصخورها من الجرانيت. بينما القشرة المحيطية فهي تشكل قيعان البحار والمحيطات. القشرة المحيطية تشكل قيعان البحار والمحيطات، سمكتها أقل سماكة من القشرة القارية ومعظم صخورها من الجرانيت. هذا بالنسبة لأول جزء من الغلاف اليابس ألا وهو القشرة الأرضية. راح نشوف القسم الثاني اللي هو الرداء أو الوشاح. الرداء والوشاح هو عبارة عن منطقة تقع تحت القشرة الأرضية وفوق لب الأرض، الجزء المتوسط من الأرض اللي هو تحت القشرة الأرضية وفوق لب الأرض، وتكون حرارة مرتفعة وصخور سائلة منصهرة تدعى الماجما. ماذا الماجما؟ هي عبارة عن صخور منصهرة التي تشكل الرداء. أما الجزء الثالث فهو جوف الأرض وهو مركز الأرض، ويقسم مركز الأرض إلى منطقتين، لب خارجي ولب داخلي. اللب الخارجي يحيط باللب الداخلي وتبلغ درجة حرارته 5000 درجة مئوية، بينما اللب الداخلي بيكون الجزء المركزي في الأرض ودرجة حرارته 6000 درجة مئوية. إذا الفرق بين اللب الخارجي واللب الداخلي هو بالحرارة، حرارة اللب الخارجي 5000 درجة مئوية وحرارة اللب الداخلي 6000 درجة مئوية، ولكن في فرق صغير بين اللب الداخلي والخارجي. اللب الخارجي صخوره منصهرة، أما اللب الداخلي فبتكون صخوره صلبة. طبعا نحن إذا شفنا درجة الحرارة، يعني اللب الداخلي درجة الحرارة 6000 درجة مئوية واللب الخارجي 5000، يعني كناحية أو كشيء طبيعي لازم نقول أنه اللب الداخلي درجة حرارته منصهرة، صخوره منصهرة مع أنه درجة حرارته مرتفعة، ولكن هون في عندي عامل ثالث اللي هو الضغط الجوي، بحيث أنه الضغط الجوي المطبق على صخور اللب الداخلي يصل تقريبا إلى 3 مليون ضغط جو، لذلك تعتبر تصبح صخور اللب الداخلي صلبة. فهون بيجيني تعليل صغير علّت صخور اللب الداخلي صلبة بالرغم من الحرارة المرتفعة، بقول بسبب الضغط الجوي الهائل المطبق عليها الذي يصل إلى 3 مليون ضغط جو. هلا هيك بكون اتمنى الغلاف اليابس، والغلاف اليابس من بعيد بيتكون من قشرة أرضية والرداء والوشاح ولب الأرض. راح نشوف مقارنة بين القشرة والرداء ولب الأرض من حيث الحرارة ومن حيث العناصر الكيميائية المكون لها، والثلاثة اللي هو حرارة أو ثخانة هذه الطبقة. ففي البداية القشرة الأرضية، ثخانتها من 10 إلى 90 كيلومتر.
ثخانة القشرة الأرضية من 10 إلى 90 كيلومتر، بينما ثخانة الرداء تصل تقريبا إلى 2900 كيلومتر. اللب الداخلي يصل ثخانته إلى 3400 كيلومتر. معناتها ثخانة القشرة الأرضية هي عبارة من 10 إلى 90 كيلومتر، ثخانة الرداء أو الوشاح 2900 كيلومتر، ثخانة اللب الداخلي أو لب الأرض هي عبارة عن 3400 كيلو متر. أما بالنسبة للعناصر المكونة، العناصر الكيميائية المكونة لكل طبقة، راح نشوف أن القشرة الأرضية بتتكون من عنصرين أساسيين اللي هو الألمنيوم والسيليسيوم، بينما الرداء أو الوشاح بيتكون من عنصرين أساسيين من المغنيسيوم والسيليسيوم، واللب الداخلي بيتكون من الحديد والنيكل. بعيد العناصر المكونة لكل طبقة، القشرة الأرضية عبارة عن ألمنيوم وسيليسيوم، الرداء والوشاح مغنيسيوم وسيليسيوم، واللب الداخلي هو حديد ونيكل. بالنسبة لدرجة الحرارة، الحرارة بالنسبة على القشرة الأرضية بكون حرارة متبدلة، يعني هي متبدلة حسب الزمان والمكان. يعني درجة الحرارة اللي إذا ثبتنا الزمان بنفس هذا الوقت، درجة الحرارة مثلا في سوريا بتختلف عن درجة الحرارة في الصومال أو السودان، معناتها في بنفس الزمن درجة الحرارة متبدلة. أما إذا ثبتنا المكان وعملنا على عامل الزمن، فدرجة الحرارة في هذا الوقت بتختلف عن درجة الحرارة في الشتاء، فرق بين الصيف الشتاء، لذلك بقول درجة الحرارة على القشرة الأرضية متبدلة. فبالنسبة لحرارة القشرة الأرضية ما بيكون متبدلة، بينما درجة حرارة الرداء أو الوشاح 2200 درجة مئوية، واللب الأرض حكينا قبل أنه الخارجي 5000 والداخلي 6000 درجة مئوية. بعيد درجات الحرارة، درجة حرارة القشرة الأرضية متبدلة، درجة حرارة الرداء أو الوشاح 2200 درجة مئوية، درجة حرارة اللب الأرض الخارجي 5000 والداخلي 6000. وهيك بيكون أنهينا الغلاف اليابس. رح نشوف الغلاف الثاني اللي هو الغلاف المائي. الغلاف المائي يشمل جميع المسطحات المائية الموجودة على سطح الأرض أو داخل سطح الأرض، وتشكل نسبة الماء الموجودة في الكرة الأرضية 71% من نسبة اليابسة، يعني 71% ماء و 29% يابسة. الغلاف المائي تشمل جميع المسطحات المائية، فلذلك في عندي أنا مسطحات أو الماء موجود فوق سطح التربة وتحت سطح التربة، لذلك تقسم الماء إلى نوعين، الغلاف المائي إلى قسمين اللي هو مياه سطحية، ومياه سطحية بتشمل جميع المياه، البحار والأنهار والمحيطات المستنقعات السواقي، هذه كلها مياه سطحية بيكونها فوق سطح الأرض. اثنين، مياه تحت سطحية أو جوفية وتشمل الينابيع والآبار، هذول المياه بيكون تحت سطحية. ولكن المياه التحت سطحية بتتميز بأنها تحوي على أملاح منحلة. من أين قدمت هذه الأملاح وأعلل وجود أملاح منحلة في المياه التحت سطحية؟ ممكن نتيجة تسربها عبر مسامات وشقوق الصخور والتفاعل الكيميائي بين الماء والصخور. يعني في عندي عاملين بيؤدي لوجود أملاح منحلة في المياه التحت سطحية. العامل الأول نتيجة تسربها وعبر مسامات وشقوق الصخور. اثنين، نتيجة التفاعل الكيميائي بين المياه والصخر. بعيد التعليل، علل المياه الجوفية أو التحت سطحية تحوي أملاح منحلة. نقول واحد، جواب واحد، نتيجة تسربها عبر مسامات وشقوق الصخور. اثنين، من خلال التفاعل الكيميائي بين المياه والصخور. كون المياه الجوفية تحوي على أملاح منحلة، لذلك قسمت المياه حسب درجة الملوحة الموجودة فيها إلى ثلاث أقسام. أول قسم اللي هي المياه العذبة. المياه العذبة هذه تحوي على نسبة قليلة جدا من الأملاح، نسبة قليلة جدا من الأملاح، وهي مياه صالحة للشرب، ولكن بشرط واحد، تكون صالحة للشرب عند خلوها من الملوثات. فأول عندي شيء المياه العذبة. المياه العذبة هي مياه تحوي على نسبة قليلة جدا من الأملاح، تحوي على نسبة قليلة جدا من الأملاح صالحة للشرب عند خلوها من الملوثات. القسم الثاني من المياه، المياه قليلة الملوحة، تحوي على نسبة من الأملاح. المياه العذبة تحوي على نسبة قليلة جدا من الأملاح، أما المياه قليلة الملوحة تحوي على نسبة من الأملاح تجعلها غير صالحة للشرب.
مياه قليلة الملوحة تحوي على نسبة من الأملاح تجعلها غير صالحة للشرب. معناتها إيش الاستفادة من هذه المياه إذا كانت غير صالحة للشرب؟ قد تستعمل لري المزروعات، فهي غير صالحة للاستهلاك البشري للشرب ولكن صالحة لري المزروعات. القسم الثالث اللي هي المياه المالحة. المياه المالحة تحوي على نسبة عالية من الأملاح. النسبة العالية من الأملاح تجعلها غير صالحة للشرب وغير صالحة لري المزروعات. ولكن في عندي نوعين من النباتات تصلح الري بالمياه المالحة، اللي هن نباتي الدفلة والجوافة. ايش بيميز النباتين الدفلة والجوافة؟ ليش خصصنا؟ يعني على النبات الدفلة والجوافة تروى بمياه مالحة، ونقول لأن لها درجات عالية من التحمل لزيادة تركيز الملوحة بالتربة. برجع بعيد التعليل، علل نبات الدفلة والجوافة تروى بمياه مالحة، ونقول لأن لها درجة عالية من التحمل لزيادة تركيز الملوحة بالتربة. هذا بيكون انتهى عندي الغلاف المائي. معناتها البداية حكينا عن الغلاف اليابس، واثنين الغلاف المائي، ثلاثة رح نشوف الغلاف الجوي وهو أكبر الأغلفة. طبعا الغلاف الجوي هو كتلة من الغازات التي تحيط بالأرض. هذه الغازات يعني كون مجموعة من الغازات، معناتها نعتبر أن الغلاف الغازي أو الغلاف الجوي هو عبارة عن خليط متجانس بحيث لا يمكن فصل بين مكوناته، بحيث يحمل أكبر غاز أو أكبر نسبة بيكون لغاز النيتروجين اللي بتشمل 78% و21% اللي هي الأكسجين و1% ما تبقى من الغازات الأخرى، وخاصة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون بيكون نسبته 0.03%، فهي نسبة ضئيلة. إذا ارتفعت نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون بيؤدي إلى الاحتباس الحراري، ويؤدي إلى ذوبان الثلوج من الكرتين القطبيتين، ويؤدي إلى ارتفاع مستوى الماء في البحار والمحيطات، ويؤدي إلى غمر اليابسة بالماء. الغلاف الجوي راح نشوف إنه الغلاف الجوي بتقسم لعدة طبقات، بداية من سطح الأرض وحتى أعلى قسم من الغلاف الجوي. أول غلاف هو بتكون من أربع طبقات الغلاف الجوي، اللي هي طبقة التروبوسفير، طبقة ستراتوسفير، طبقة الميزوسفير، وطبقة الترموسفير أو الثيرموسفير. بعيد أربع طبقات بتكون منها الغلاف الجوي اللي هي التروبوسفير والستراتوسفير والميزوسفير والثيرموسفير. رح نبدأ بالأول بأول طبقة اللي هي طبقة التروبوسفير. طبقة التروبوسفير طبعا سفير معناتها يعني كلمة لاتينية معناتها طبقة، والتيربو هي أول طبقة، فلذلك ترجمتها في اللغة العربية بتكون الكرة الجوية السفلى أو الطبقة الدنيا. يمتد التربوسفير 16 كيلومتر عن سطح الأرض، يعني عن من سطح الأرض سطح البحر إلى الأعلى بيكون عندي 16 كيلومتر. فالطبقة الأولى من هذا الغلاف الجوي هو طبقة التروبوسفير. طبقة التروبوسفير اللي حكينا أنها هي الكرة الجوية السفلى أو طبقة الدنيا تمتد 16 كيلومتر عن سطح الأرض، يعني بدأ من سطح الأرض نحو الأعلى 16 كيلومتر، تتميز بكثافة عالية ونسبة بخار الماء بيكون عالية وثاني أكسيد الكربون، فهي تتميز بكثافة عالية لبخار الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون. ما ميزات هذه الطبقة؟ ما ميزات طبقة التروبوسفير؟ فنقول أول شيء تملك كثافة عالية لبخار الماء وكثافة عالية لغاز ثاني أكسيد الكربون، وتحدث فيها التقلبات الجوية، تحدث فيها التقلبات الجوية التي تتحكم بالمناخ على سطح الأرض، ونشوف نحن تعقب الفصول بين فصل الصيف والشتاء والربيع والخريف. فبنكون عندنا نقول كثافتها عالية، كثافة بخار الماء عالية وكثافة غاز ثاني أكسيد الكربون، وتحدث فيها التقلبات الجوية، وتتحكم هذه التقلبات الجوية تتحكم بالمناخ على سطح الأرض. هذه بالنسبة لأول طبقة اللي هو بيكون ملامس لسطح الأرض. الطبقة الثانية هي طبقة الستراتوسفير، طبقة الستراتوسفير أو الكرة الجوية المطبقة، الكرة الجوية
المطبقة أو المطبقة، خواصها امتداد هذه الطبقة تمتد من 16 إلى 48 كيلومتر. يعني الطبقة الأولى انتهت عند 16 كيلومتر، تمام، تبدأ الطبقة الثانية من 16 إلى 48 كيلومتر. ماذا تتميز طبقة استراتوسفير؟ فأول ميزة ومخصصها هو انعدام بخار الماء. إن شاء الله لاحظنا نحن بطبقة التروبوسفير أنه تحوي على نسبة أو كثافة عالية من بخار الماء، فنقول هون انعدام بخار الماء وتزداد درجة الحرارة مع زيادة في الارتفاع، ما كلما ارتفعنا تزداد درجة الحرارة. اثنين، تصلح للطيران. علل لماذا تصلح طبقة ستراتوسفير للطيران؟ نقول لي حركة الهواء فيها أفقية وهي خالية من العواصف، خالية من العواصف وحركة الهواء أفقية. علل طبقة الستراتوسفير صالحة للطيران، نذكر سببين، بأنها واحد خالية من العواصف، اثنين حركة الهواء فيها أفقية. ثلاثة، تحوي على نسبة عالية من غاز الأوزون. غاز الأوزون غاز مهم جدا للحياة، بحيث غاز الأوزون يقوم بامتصاص نسبة عالية من الأشعة الفوق البنفسجية والأشعات الأشعة الكونية الضارة التي تضر بجسم الإنسان. فالغاز الأوزون اللي صيغته الكيميائية O3 يقوم بامتصاص الأشعة الفوق البنفسجية والأشعة الكونية الضارة، لذلك تسمى هذه الطبقة بالطبقة الواقية، تمام، هي تقي الكرة الأرضية من هذه الأشعة الضارة. ونقول علل، تدعى طبقة الستراتوسفير بالطبقة الواقية، وقال أنها تحوي على نسبة عالية من غاز الأوزون الذي يقوم بامتصاص الأشعة الفوق البنفسجية والأشعة الكونية الضارة. الطبقة الثالثة اللي هي طبقة الميزوسفير. طبقة الميزوسفير يعني الكرة الجوية السفلى، الميزوسفير عفوا الكرة الجوية الوسطى. طبقة الميزوسفير الكرة الجوية الوسطى تمتد إلى 80 كيلومتر، تمام، عن سطح الأرض. يعني شفنا نحن طبقة التروبوسفير 16 كيلومتر، طبقة الستراتوسفير من 16 ل 48 كيلومتر، طبقة الميزوسفير ل 80 كيلومتر وحرارتها ناقص 100 درجة مئوية. شفنا نحن طبقة الستراتوسفير زادت فيها ارتفاع درجات الحرارة، اجت عند طبقة الميزوسفير اللي هي انخفضت فيها درجة الحرارة للناقص 100 درجة مئوية، وهي أبرد طبقات الغلاف الجوي. معناتها نقول طبقة الميزوسفير تمتد إلى 80 كيلومتر، حرارتها ناقص 100 درجة مئوية، يعني 100 تحت الصفر، تمام، وهي أبرد طبقات الغلاف الجوي. الطبقة الثالثة اللي هي طبقة الثيرموسفير، الرابعة هي طبقة الثيرموسفير أو الكرة الجوية الحرارية. طبقة الثيرموسفير أو الترموسفير، تمام، هي الكرة الجوية الحرارية تمتد من 80 إلى 600 كيلومتر. امتداد طبقة الترموسفير من 80 كيلومتر إلى 600 كيلومتر عن سطح الأرض، وتتميز بارتفاع شديد لدرجات الحرارة. تتميز طبقة الترموسفير بارتفاع شديد لدرجات الحرارة التي قد تصل إلى 600 درجة مئوية. فطبقة الترموسفير هي أعلى طبقة من طبقات الغلاف الجوي، وتتميز بارتفاع شديد لدرجات الحرارة التي يصل إلى 600 درجة مئوية. فلذلك تقسم هذه الطبقة إلى طبقتين. الطبقة الأولى اللي هي طبقة الأيونوسفير، اللي هي الطبقة الشاردية. فقلنا مثل ما حكينا، سفير طبقة وأيون شاردة، فهي طبقة الأيونوسفير للطبقة الشاردية. فهي الطبقة الشاردية سميناها الطبقة الشاردية لأنها بتتشرد جزيئاتها. علل تشرد الجزيئات في الطبقة الأيونوسفير، منقول بتأثير الإشعاع الشمسي. علل تتشرد الجزيئات في طبقة الأيونوسفير، منقول بتأثير الإشعاع الشمسي. خواص هذه الطبقة، قال تلعب هذه الطبقة دور مهم في الاتصالات. علل ما هو الدور في الاتصالات، فهي تقوم بعكس أمواج الراديو باتجاه الأرض. معناته هون عندي كمان تعليل، علل لطبقة الأيونوسفير دور في الاتصالات، منقول لأنها تقوم بعكس أمواج أو لأنها تعكس أمواج الراديو باتجاه الأرض. ثلاثة، طبقة الأيونوسفير كونها لها دور في الاتصالات، فمن خواص هذه الطبقة أنها تبتعد عن سطح الأرض في الليل وتقترب في النهار. لذلك عندما تبتعد في الليل بيكون مجال أكبر لإنعكاس الأمواج الراديو، لذلك محطات الراديو تستقبل أو المذياع يستخدم محطات الراديو ليلا أكثر من نهارا. فهون كمان عندي تعليل، علل استقبال المذياع للمحطات الراديو ليلا
أكثر من نهارا، ونقول بسبب ارتفاع طبقة الأيونوسفير ليلا. هذه الطبقة الأولى من طبقة الترموسفير. الطبقة الثانية اللي هي الإكزوسفير أو الطبقة الخارجية، وهي تشكل الجزء العلوي للترموسفير، يعني تاج الأرض أو المحيط الخارجي للأرض. كثافة الهواء فيها قليلة، كثافة الهواء قليلة جدا، كثافة الهواء والمسافة بين الجزيئات المادة متباعدة، كثافة الهواء قليلة. فأول ميزة كثافة الهواء قليلة، اثنين المسافة بين الجزيئات المادة متباعدة، لذلك تدور فيها السفن والأقمار الصناعية. معناتها هون في كمان عندي تعليل علل انه طبقة الإكزوسفير تدور فيها السفن الفضائية والأقمار الصناعية، ونقول الجواب لأن كثافتها قليلة والمسافة بين الجزيئات المادة متباعدة. هلا هو طبقات الغلاف الجوي، طبقات اللي بنرجع نعدهم الأربع طبقات اللي هن طبقة، أول طبقة طبقة التربوسفير، والطبقة الثانية طبقة الستراتوسفير، الثلاثة الميزوسفير، والأربعة الثيرموسفير. ولكن هدول الطبقات ما بيكون في حدود فاصلة بيناتهم، يعني أنا قلت مثلا 16 كيلو متر طبقة الترابوسفير تروبوسفير، اللي بعدها طبقة الستراتوسفير من 16 ل 48، يعني مو 16 16، يعني ما في عندي حدود فاصلة 100% بين طبقات الغلاف الجوي، ولكنها بتكون متداخلة مع بعضها البعض، متداخل ما في حدود فاصلة بين طبقة وطبقة أخرى. هيك بيكون إن شاء الله أنهينا الدرس الأول، وطلب منكم حل أسئلة الدرس، وإن شاء الله بنشوف بالدرس القادم. السلام عليكم.